ما الذي يعني خرجت به من هذه التجربة؟ أولا خرجت بأشياء كثيرة، أولا خرجت بتجربة يعني ظروف، لأنه التعامل مع الموضوع في حد ذاته يختلف عن تعاملك مع وزارة الثقافة أو الأشياء المحيطة بوزارة الثقافة. النهارده بتتعامل مع بشكل دولي، مع شخصيات مختلفة من العالم، مع سفراء، مع وزراء، مع منطق، مع رؤى لمؤسسة كاليونسكو. زي ما قال الأستاذ إبراهيم عيسى، على فكرة هيش مؤسسة يعني بالأهمية القصوى اللي الناس بتفكر فيها، هو موقع من المواقع المطلوبة، جزء من منظومة الأمم المتحدة، وهي مسؤولة عن الكيان التعليمي والثقافي والتراث الحضاري للمجتمع الدولي. فأنا عايز أقول حاجة، أن أنا أولا اتعلمت أساسا دراسة هذه المنظمة، تعلمت أيضا وضع برنامج لها، تعلمت أيضا كيفية إقناع الآخر، دول مختلفة وجنسيات مختلفة بوجهة النظر، وكان في قناعة شديدة جدا من جانبهم. اتعلمت أيضا أن المسألة الكفاءة أو التصور أو إلى آخره مش كل شيء. ماذا عن الجانب الشخصي؟ يعني في أكثر من لقاء تحدثت فيه عن أنك كنت تقوم بتضحية من أجل مصر عندما تقدمت لهذا المنصب. هو في الواقع هل تشعر بأنك يعني اتغدر بيك؟ لا 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 لا، طعم في الظهر طبعا، في نوع من الخيانات تمت. انما اللي انا عايز اقوله انه مش بالنسبه لنا مش تضحيه من اجل مصر ولا تضحيه من اجل، لا، ده كفاح ذاتي مخصص لمجتمع كلي، شرف ان واحد مصري انه يعتلي منصب دولي، ده يعني بيجيب نتيجه مشرفه للمجتمع. انت قلت نصا انا شبعان، يعني انا مش المنصب ده طبعا تسمح لي، يعني ما تيجي تقول لي يمكن من 10 12 سنه أنا كنت أرغب في هذا الجهد وهذا العطاء. إنما في الفترة دي أنا فوجئت بأن السيد الرئيس بيتصل بي وأنا كنت في روما ساعتها وقال لي أنا برشحك عشان كذا كذا كذا. يمكن بعد ما حطيت السماعة قلت يعني يا ريت ما كان رشحني، يا ريت يشوف حد تاني. وأنا جيت على فكرة وبعد فترة يعني قبل الانتخابات بيجي 10 12 شهر، أنا قلت لوزير الداخلية وقلت لرئيس الوزارة، قلت لهم إذا كنت أنا هجيب الخسارة لمصر فليختار شخص آخر. دي قلتها يعني وهم طبعا هيكونوا سامعين الكلام ده. فأنا عايز أقول لك إن ما كانش موضوع إلحاحي بالنسبة لي لأسباب، اسمح لي. أنا يمكن وأنا في وزير الثقافة في وقت ضايع مني كتير لفني ولحياتي الشخصية. النهارده أنت لما تبقى في منصب اليونسكو لا عندك اتيليه هناك ولا عندك ظروف هناك ولا عندك وقت ولا عندك ولا عندك، عندي بيتي هنا وبيتي في اسكندريه، مين هيقوم بي وازاي؟ وانا عامل بيتي مملكه خاصه بي، في الاتيليه بتاعي وحياتي ومقتنياتي. يعني عايز اقول لك انا بيجوني الاجانب اللي كانوا بيجوني بدعوهم كانوا يقولوا انت هتسيب المجال ده وتروح فين؟ النقطه الثانيه كان في مشروعات كبيره جدا لازم تكتمل، ما كناش لسه فتحنا القاهرة التاريخية، ما كناش استكملنا المرحلة الأولى والثانية من المتحف المصري الكبير، ما كناش في آخر المراحل متحف الحضارة. يعني عايز أقول كانت في حاجات يعني أهم للمجتمع المصري من أن مصري يمسك يعني. ومع ذلك دخلت المعركة وتحولت إلى معركة قومية وطنية هدفها وضع مسؤول مصري على رأس قمة منظمة عالمية ثقافية وتعنى بالتراث والفنون والحضارة. هل يدهشك أو يزعجك أن يكون هناك مجموعة على فيسبوك من مكونة من يمكن حوالي 200 شخص عنوانها عذرا نعتذر بالنيابة عنك عن رئاسة اليونسكو، وأميمة صبحي تستأنف وتقول أنه التصريحات التي يأتي بها عن مصر وعن انصياع مثقفي مصر للأزهر والمصادرات التي حدثت لأكثر من رواية والتضييق على حرية رأي إلى آخره ليس مما يعني يسعد أحد ولا مما يسعد فاروق حسني لكي يتقدم نيابة عنا لليونسكو، عندما تعرف بأن هذه المجموعة موجودة على فيسبوك؟ أقول لك بقى، يبقى هم ما بيحضروش للنشاطات الثقافية وما بيعرفوش إيه اللي تم في الثقافة، وده كلام غيبي يعني بيتقال بعيد عن الممارسة نفسها يعني. أما عملية حرية التعبير والمصادرات ما حد يستحضر حاجة. أنا سألت السؤال ده، أنت عارف إن في كل مجموعات في اليونسكو، أنت عارف المجموعة الأوروبية، المجموعة الآسيوية، المجموعة الأفريقية. المجموعة الأوروبية سألتني سؤال، كان كل مجموعة لها سؤال. المجموعة الأوروبية سألوني أنا بقى السؤال ده، قالوا لي الآتي، قالوا لي ماذا ستفعل
في عملية حرية التعبير، ودي ما جاية من ان احنا من الشرق الاوسط، والشرق الاوسط يعني في تصور ذهني عننا يعني متهم كده. فانا قلت لهم هرد عليكم بثلاث اشياء. الشيء الاول، كانت هناك رواية لكاتب سوري اسمها غليمة لأعشاب البحر لحيدر حيدر، ودي يعني طبعت في وزارة الثقافة، وطلب ان احنا نسحبها من السوق ولم نفعل، وقامت المظاهرات بشكل رهيب جدا. ألم يتم التحقيق مع المسؤول عن طبع هذه الرواية؟ لا لا لا، وزارة الثقافة لا 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 يتم واحتجز في القسم لمدة لا 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 لم يحدث هذا، لم يحدث. أنا ما عنديش يعني ما قيل عن إبراهيم، مش إبراهيم أصلا هو اللي كان مسؤول؟ أنا ما عنديش كلام في الحكاية دي إطلاقا، يعني أنا ما سمعتش الكلام ده يعني لم يحدث؟ لم يحدث، انا ما سمعتش. لم يحدث طالما لم اسمع. اذا لا، انا بس بتاكد لانه عشان بس اقول المعلومه كامله. هل تم التحقيق مع ابراهيم اصلان فيما يتعلق بنشر هذه الروايه من لم يحدث اي تحقيق، وانا لم اسمع به. انا عشان يعني ممكن يكون حصل ولم تسمع به. انا لم اسمع به طالما حصل. طب ماذا حدث عن روايات اخرى؟ يعني ادي لك مثلا. لا، ما انا اكمل بس اذا سمحت لي. القصه الثانيه دي القصه الاولى. القصه الثانيه أن هناك في وزارة الثقافة مجلة اسمها إبداع، رؤوس تحريرها الشاعر الكبير أحمد عبد المعطي حجازي. كانت هناك قصيدة اسمها شرفة ليلى مراد لشاعر معروف. المهم أخذت هجوم في مجلس الشعب وفي المجتمع اللي هم الجماعات الإسلامية بشكل لا تتخيله. كي تسحب الرواية لم تسحب، فرفعوا قضية، والقضية كسبوها، واستشكلنا وكسبنا القضية والمجلة في السوق. آخر حاجة، آخر حاجة، في احنا طبعا انا وزير الثقافة لكني ايضا رئيس المجلس الاعلى للثقافة الذي يمنح الجوائز للمتقدمين لها. تقدم للجائزة كاتب وسيد القمي واخذ جائزة الدولة التقدير. ايضا في مجلس الشعب وكلها وسائل وقضايا عشان احنا نسحب الجائزه منه، والقضيه الى الان قائمه ولم نسحب. اسمح لي اعرضك كليب ما دام يعني نتحدث عن سيد القمني. هناك اعتراضات واسعه جدا وفتوى من دار الافتاء المصريه انه لا يجوز منح اي جوائز لمن سب الاسلام او يطعن فيه. هذه الفتوى جاءت للرد على سؤال عن منح جائزه لسيد القمني، جائزه الدوله التقديريه. لماذا تمنح هذه الجائزة؟ هي نظر إليها وكأنها أيضا مغازلة للغرب أننا نعطي من حتى يسب الإسلام أو يسيء للإسلام الجوائز، لأن احنا دولة متحررة. هو مين اللي أعطى؟ من الذي أعطى؟ بل أعطى 52 عضو مش تابعين لوزارة الثقافة. ده المجلس الأعلى للثقافة، ده كلهم مثقفين وكتاب. هل يمكن الاعتراض على الاسماء المرشحه انه ده لا بلاش وده يعني ما مين؟ ما جامعه او مؤسسه من اللي من حقهم انها تقدم مرشحين ما تقدرش تقولوا لي لا ده ما ينفعش. يعني نكتفي بالجزء ده من المقطع الفيديو. ما لفت نظري في هذا المقطع ليس انك تدافع عن سيد القمني، لكن انت تدافع عن نقطه اجرائيه. انت كما لو كنت تبرر عدم اشتراكك في اختياره، يعني لم تقل انه سيد القمني لم يهن الاسلام كما افترضت في السؤال، ولكن قلت انا لم اختار. اولا لازم نبقى اذكى من الموقف، والا بعدين يبقى انت وزير لي يعني. اولا بمنتهى البساطه انا بدافع عن الاجراء، وكان ممكن ما ادافعش عنه. كان ممكن اكون يعني انت تنصلت منه، انت قلت لا يعني انت تنصلت. انا في قضيه، معلش طيب. في قضيه والقضية كلها منطق لأنها قانون، فلا بد أن ترد بالمنطق. رأيك الشخصي احتفظ به وتبقى أنت حاسس به، ولو أنت فعلا يعني شايف أن رأيك الشخصي ضد كان أسلوبك حياة. بس رأيك الشخصي لم تحتفظ به في موضوع الحجاب مثلا. طيب أنا قلت رأيي، ده شيء أنا طبعا ده حرية شخصية، لكن أنا ما بحبوش. طب ما ده رأيي شخصي. طيب. طب لماذا لم تقل رأيك الشخصي في موضوع سيد القمني؟ يعني لماذا لا انا بقول رايي في قضيه، معلش. لماذا لم تقف مع حق الكاتب اذا كان بعيدا عن التجريح؟ هي اتهمته في معرض السؤال اللي كان بيساله لك انه اساء للاسلام وشوهه، وانت لم تنفي هذا. لا، رايي الشخصي ان انا اديته صوتي. ده رايي الشخصي، ومش مهم اروح اعلنه على الملأ، انا اديته صوتي. طب ماذا عن باقي الكتاب؟ يعني ماذا عن مجدي الشافعي مثلا؟ ماذا عن المدون كريم عامل؟ ماذا عن ادريس علي؟ يعني